الله الرحمن الرحيم. معانا برضو مكده على الكتالوج اللي كتير مش واخد باله منها، فكره قالب التلج. قالب التلج ده بقى متميز جدا، مش فكره تلج وخلاص. اولا هو ليه باب من هنا بتمليه من الباب ده، بتمليه من هنا وهو مقفول كده، هو بغطا. الغطا ده ليه؟ عشان بيحجز الروائح من الفريزر، ما بيشمش اي ريحه من الفريزر. عندها مشكله ان انت بتحطي قالب التلج وتطلعيه مكتسب كل الريحه اللي جوه، لا، حاجه تابر وير منعت اكتساب الروائح. بقت تعمليها كل حاجه حطها في علبتها مش واخده ريحه ومش مطلعه ريحه. القالب اولا بباب، ده بغطا، في هنا علامه لمنسوب الميه السائل اللي هتحطيه، باينه العلامه في الصوره، في علامه لمنسوب الميه علشان لما تيجي تنيميه كده يبقى هو مغطي القوالب بتاعته، وهو ليه حواجز هنا سيليكون جوه ما يتعدهاش مفروض السائل، وهو من تحت القاعده سيليكون، وده محكم جدا. يعني تحطيه في الفريزر نايم واقف قايم هي ما بيتنزلش حاجه. ده بقى من تحت مسته من زي القوالب التانيه، في هنا حواجز سيليكون علشان المحتوى اللي جوه ما يلزقش فيها ما تيجي تطلعيه، وطبعا انت بتحطيه بالمنسوب ده فبتبقى هي بالظبط محسوبه. في من تحت سيليكون اهو باين بيطلع في الصوره، ليه شكل جمالي من تحت لسببين اتنين. انت مثلا عملتي قالب شوكولاته بيطلع واخد الرسمه اللي تحت، عملتي قالب جيلي بياخد الرسمه دي. ثانيا بتدوسي كده ينزل منتهى السهوله، مفيش بقى بتاع زمان حطي القالب مشي عليه الميه واعملي ونزلي وطلعي. وصحي طبعا مش متفاعل مع برود الثلاجه، بيتعامل بسهوله جامده جدا. بتعملي بقى القوالب اللي هي المرقه بتاع انت بتعمليها في البيت بتقصير الشوربه وتحطي التوابل وتصبيها هنا، بيبقى عندك قوالب مرقه صحيه انت اللي عاملاها في البيت بايدك. بتعملي قوالب التلج بيبقى سهل تعمليه، بدل ما في ناس تعمل طبقات وتشيل طبقه عشان، لا هنا بتطلعي كيوب كيوب فبيبقى صغير على قد استعمالك. ممكن تعملي تشكيلات رمضان بقى كنافه، تعملي القوالب برده، الميني كيك ممكن تشكليها هنا، القوالب بقى الفاكهه المانجا، كل الحاجات اللي انت بتحفظيها عشان تطلعيها تبقى سهله بتعمليها في القوالب دي. فهو مش بس موضوع ميه، ليه افكار قوالب ملوخيه اللي بتعين خضره علشان المحشي علشان السبانخ الحاجات دي كلها، الدقات اللي بتاعت اسمها ايه القلقاس، اللي هو سلق الدقه الجاهزه دي بتعينيها في الفريزر جاهزه وكيوبس عشان تبقى سهله على قد الطبخه. فده قطع متميزه جدا برده، مش مبصوص عليها مش باينه لانها بتبقى ناقصها توضيح وصوره على الطبيعه. الحاجات بصي، والسيليكون هنا تدوسي تطلعي سهل جدا، بتدوسي من هنا كده تطلعي. وفي ناس اهو بتعمل قوالب الشوكولاته في البيت، تحطي عليها مكسرات، تحطي عليها بلح، تشكليها انت بايدك كراميل، الحاجات دي كلها بتتعمل في القالب ده. الشوكولاته كمان بتحط عليه مكسرات، تبقى شوكولاته. في ناس كتير جدا بتعمل شوكولاته في البيت وبتحط المكونات اللي جوه بايديها، يعني عندنا ستات كتير شاطره وعندها افكار حلوه. قالب تحفه حلو جدا، مش واضح عليه النهارده برده 10% غير خصم العدويه بتاعك.